أن توفي مروان ابن الحكم رحمه الله ورضي الله عنه، وكان هو الخليفة الذي أخذ الخلافة بعد أن اجتمع بنو أمية كما لا يخفاكم في الجابية، المؤتمر الأموي التاريخي المشهور، واختاروا مروان لأنه هو أكبرهم وهو المقدم فيه، وصار خلاف بين بني أمية هل يولون ويبايعون خالد بن يزيد بن معاوية أو يبايعون مروان. فقال بعضهم إن قريشا أو إن العرب يقدمون لنا كهلا وشيخا يريدون عبد الله بن الزبير، ونقدم لهم طفلا خالد بن يزيد بن معاوية، لا يكون ذلك، بل لابد أن نقدم لهم كهلا وشيخا كبيرا مثل مروان ابن الحكم. وفعلا أخوان الكرام استطاع مروان أن يضم الشام كله بعد معركة التي قتل فيها الضحاك بن قيس الفهري رحمه الله، وكان وزير معاوية بعد أن بايع عبد الله بن الزبير. فلما انتصر مروان في هذه المعركة أصبحت الشام كلها تحت حكمه، ثم زحف على مصر وضم مصر إلى الشام وولى عليها ابنه عبد العزيز ابن مروان اللي هو والد عمر بن عبد العزيز. توفي مروان ابن الحكم عن عمر ما يقارب 60 سنة أو أكثر من ذلك بقليل، وتولى الخلافة من بعده ابنه الفذ عبد الملك ابن مروان. وعبد الملك ابن مروان أخوان الكرام تولى الخلافة 66 من الهجرة أو آخر 65 من الهجرة، وكان عبد الملك بن مروان المولود 26 من الهجرة، كان يعد من فقهاء المدينة ومن علماء المدينة النبوية، لأن مروان كان أكثر سكنة ومكانه ومدينته هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من أيام ما كان كاتبا لعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، ثم كان واليا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان عبد الملك نشأ وتربى في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشهورا بالفقه والعلم، وقد قيل أنه من الفقهاء 7 في المدينة أو الفقهاء 4، يذكرون معه عروة بن الزبير وبعض الفقهاء، ولكنه تولى الخلافة وهو في دمشق بعد موت أبيه. وقد رويت عنه بعض الحكايات أنه قال هذا آخر العهد بالعلم بعد أن تولى الخلافة. وأنتم تعلمون أخواني الأفاضل أن السياسة والمنصب يشغل عن العلم، لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تصبحوا أسيادا إما في بيوت أو في وظائف أو في معارك أو في جهاد، فيشغلكم ذلك عن العلم وعن طلب الفقه. فلذلك يقول تفقهوا، المسلم دائما إذا حصل وقتا فارغا يطلب العلم فيه ويتعبد ربه بهذا الطلب. بعد أن تولى الخلافة رحمه الله كانت هناك فوضى وزعزعة ما بين ما حصل بين مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، وقد ذكرت لكم أن أغلب الأمصار قد بايعت عبد الله بن الزبير، بل لم يبقى من الأمصار إلا دمشق فقط، وقيل ليست كل دمشق وإنما بعض من دمشق، وأما الباقي كلهم قد بايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه الموجود في مكة. ولكن مروان لما بايعوه بنو أمية ودخلت معه القبائل اليمانية خصوصا قبيلة كلب التي هي أخوال يزيد بن معاوية، وناصروا بني أمية دائما، فناصروا كذلك مروان بن الحكم وتولى على الشام كله ومصر، فأصبحت هذه الفوضى معطلة
لانتشار وتوسع بلاد الإسلام والمسلمين، لا شك ولا ريب. ونحن نأخذ فائدة من هذه الأوضاع، كل زعزعة أو فوضى تحدث في بلاد المسلمين تؤخر تقدمهم وانتشارهم والخير الذي عندهم يقدمونه للناس. في هذه الأوقات إخواني الأفاضل، كان هناك رجل يقال له المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وهو من ثقيف. هذا الرجل أخته صفية زوج عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو عنده زوجتان، منهما عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري بنت الصحابي الجل. فكان من صفوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وبعد أن قتل علي بن أبي طالب واستشهد رضي الله عنه رجع إلى المدينة، كان يناصر الحسن، بعدين المدينة، بعدين دخل في بيعة عبد الله بن الزبير لما أعلن نفسه خليفة، وما أن لبث قليلا حتى رجع إلى الكوفة. بعد مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان أهل العراق بين الكوفة والبصرة نادمة قلوبهم، متحسرين عما وقع منهم من الغدر والخيانة التي وقعت منهم أو من أغلبهم لما دعوا ابن بنت رسول الله إلى الكوفة وإلى المبايعة، ثم لم يناصروه بل وقفوا مع عدوه عليه حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه الحسين في سنة 61 من الهجرة. فاستغل هذه الفرصة المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وسار من مكة من عبد الله بن الزبير إلى العراق، ولا يمر بقوم أو بقرية إلا ويقول: نحن أنصار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نأخذ بثأر الحسين. ويزعم أن معه كتاب من محمد بن الحنفية، وهو آخر أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأنه قد وكله بالدفاع أو بطلب الثأر لهم وللحسين لما قتل، وآل البيت في موقعة كربلاء. فهو أول من أظهر شعار يا لثارات الحسين. الآن لما تسمعون في أي مكان يا لثارات الحسين، أول من اخترع وأظهر هذا الشعار هذا الرجل أبو عبيد المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي. فلما وصل إلى العراق وبدأ يتصل ببعض الناس الذي يذكرهم، كان وقت الوقت هذا كان المتولي على الكوفة هو عبد الله بن مطيع. ولو تذكرون ذكرنا لكم وقعة الحرة في المدينة، أن عبد الله بن مطيع هو كان قائد جيش المدينة في موقعة الحرة، لما بعث يزيد بن معاوية الجيش من 12,000 مقاتل فكان هو معه، ولكنه هرب إلى عبد الله بن الزبير وقتل من قتل من أهل المدينة. ثم لما تولى عبد الله بن الزبير وأعلن نفسه خليفة وجاءته البيعات من كل مصر وبايع له كذلك أهل العراق، بعث عليهم عبد الله بن مطيع. لما وصل المختار إلى العراق وبدأ يتصل، علم بعض الناس أن هذا الرجل اللي هو عبد الله اللي هو المختار أنه يسعى إلى تشكيل جماعة، تشكيل منظمة معينة، تشكيل يعني أفراد وجيش معين خارج عن نطاق الدولة، خارج عن نطاق الخليفة اللي هو عبد الله بن الزبير. فلما علموا في ذلك وبدأ يعني الأخبار تصل إلى عبد الله بن مطيع، قبض عليه وأودعه في السجن، وأودعه في السجن. كان هناك دعوة من بعض الناس الذين
ندموا أنهم بايعوا الحسين ثم لم ينصروه، منهم سليمان بن صرد الخزاعي، وهو يقولون من صغار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهو من الصحابة رضي الله عنه. فشكل جيشا سماه بجيش التوابين. جيش ماذا يا أخوان؟ التوابين. يتوبون عن ماذا؟ عن من تورط في قتل الحسين أو غدر في بيعة الحسين. إذن أهل العراق هم يعلمون أن الخذلان وأن الخيانة وردت من عندهم، ولكن أريد أن أقول معلومة تاريخية لابد أن تعرفون. لم يكن أهل العراق كلهم، بل لم يكن أغلبهم شيعة أو روافض بمعنى الرافض، وإنما كانوا أهل سنة. حتى دخل عليهم هذا المشؤوم وهذا الخبيث اللي هو المختار ابن أبي عبيد الله ابن مسعود الثقفي، فأظهر بعض الشعارات وبعض التشيعات التي جعلت الثورة للحسين إنما هي ثورة دم ولا تقف عند حد معين، بل هي تطلب البيعة والولاية والخلافة للبيت العلوي، بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهل فعلا كان يطلب هذا لآل البيت أم أنه يطلبه لنفسه؟ هذا ما يتبين، أو ماذا ما سيتبين لنا في الكلام. بعد أن قام سليمان بن صرد مع بعض الجيش وأراد أن يقتص من قتلة الحسين، اصطدم بجيش الشام فقتل سليمان بن صرد الخزاعي ومن معه، فانهزم في مقابلة عبيد الله بن أبي زياد. تعرفون عبيد الله بن أبي زياد هو الذي أمر الجيش بقتال الحسين، بل أمر بقتل الحسين، وكان المختار في السجن. فجاءته الأخبار أن جيش التوابين قد هزم وقتل سليمان بن صرد، فبدأ يبعث الرسائل إلى أنصار هذا الجيش يؤيدهم على هذا الفعل، يؤيدهم على الطلب بالثأر للحسين رضي الله عنه وأرضاه. وأصبح هذا الشعار يجول في ذهن كل من يسمعه، لأنه فيه نصرة لآل البيت، يدغدغ المشاعر، يخاطب العواطف، ولا يعرفون ما عواقب هذا الأمر إلا أنهم يريدون أن ينتقموا للحسين مما وقع منهم من خذلان، لكن هذا الرجل يريد شيئا آخر. لذلك جاءه من يزوره في السجن، وممن أيد دعوته ذلك الرجل الشجاع الذي يسمى إبراهيم الأشتر. إبراهيم الأشتر، وكان شجاعا ومطاعا في قومه وفي قبيلته. بعد ذلك أرسل كتابا، اللي هو المختار الثقفي، أرسل كتابا إلى عبد الله بن عمر في المدينة يطلب منه أن يشفع له عند عبد الله بن الزبير، ليخاطب عبد الله مطيع عامله في الكوفة أن يخرجه من السجن. وفعلا وأصبحت هذه ثاني شفاعة يشفع له عبد الله بن عمر. قد شفع له عبد الله بن عمر في زمن الأمويين عند يزيد بن معاوية، ويشفع له الآن، يشفع له الآن عند الزبيريين ليخرجه من سجن الكوفة. فلما خرج لم يخرج من الكوفة، وإنما مكث في الكوفة، فأصبح يبث سمومه في وسط الكوفة والبصرة، وأننا نطالب بدم الحسين، يا لثارات الحسين، إلى آخره، حتى حددوا وقت وساعة الصفر. هؤلاء الذين آمنوا بفكرته وبمبدئه والطلب لثأر الحسين ممن قتل الحسين بالخروج على الدولة والخروج على الخليفة، هذا الخليفة الذي هو بايعه، ولكنه نكث بيعة عبد الله بن الزبير. وفعلا أخواني الكرام، في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي أصبحت الكوفة كلها تعج وتضج بصوت واحد: يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين. حتى أخرج عبد الله بن مطيع من الكوفة معه القلة من الناس، هربا من هذا السيل الجارف إلى البصرة. ثم لما وصل البصرة أصبحت الكوفة كلها تحت حكم المختار
ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي. في ذلك الحين إخوان كرام شكل جيشا وأصبح يقتص من قتلة الحسين. أول ما بدأ بشمر ابن ذي الجوشن، تعرفون شمر من هو؟ الذي طعن الحسين من حصانه وسقط الحسين رضي الله عنه وارضاه فقتله. ثم جاء أنس ابن سنان النخعي الذي حز رأس الحسين وبعثه إلى عبيد الله بن أبي زياد في الكوفة فقتل كذلك. ثم ساروا يبحثون عن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص وكان أمير الجيش الذي قاتل الحسين، وفعلا قبضوا عليه وقتلوه وقطعوا رأسه. ثم ساروا بالجيش في موقعة عظيمة بين جيش الشام يتزعمه وعليه عبيد الله بن أبي زياد وإبراهيم الأشتر وليس المختار الثقفي. المختار الثقفي بقي في الكوفة، وفعلا تمكنوا من قتل عبيد الله بن أبي زياد. إذن جميع من تورط في دم الحسين ماذا حصل له يا أبا عبد الرحمن؟ يا سبحان الله، وكأن الله هو المنتقم، بل هو المنتقم منهم، كما انتقم الله عز وجل لقتلتي أو من قتلتي عثمان بن عفان، ومن تورط في دخول الدار كذلك انتقم الله لمن قتل الحسين واحدا تلو الآخر، حتى أتي برأس عبيد الله بن أبي زياد في قصر الكوفة. ولاحظ هذه يا أبو عبد الرحمن، هذه العبرة ذكرها الإمام بن كثير في البداية والنهاية أخواتنا. فجاءوا برأس عبيد الله بن أبي زياد فوضعوه في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين، كان هناك مثل الصبة وكان رأس الحسين عليها، وكان عبيد الله بن أبي زياد قاتله الله معه عود فكان يدخله في أسنان الحسين، وكان الحسين رضي الله عنه وارضاه رجلا جميلا، وكان في وقته عمره 56 سنة. فكان ابن أبي فضالة صحابي جليل رضي الله عنه كان يقول: ابعد هذا العود عن أسناني بنتي رسول الله، فلطالما رأيت رسول الله يقبل هذا الثقل، يقبل هذا الثقل. يا سبحان الله يا أخوان، فجيء برأس عبيد الله بن أبي زياد فوضع في المكان الذي كان فيه رأس الحسين عند المختار الثقفي، وكان المختار الثقفي ينظر إليه ويتهكم فيه من قتلة الحسين. بعد ذلك إخوان الكرام أصبح هذا الرجل يدعي أنه يوحى إليه من الله اللي هو المختار الثقفي، وأنه ناصر آل البيت وناصر البيت العلوي. لماذا لم تدع الحكم والخلافة لأحد من بيت العلوي؟ لا، وإنما يطلبون ولا يسلمون. واليوم يا جماعة لو نراهم في كل مكان يسألون ويقولون: يا لثارات الحسين، ونحن نسير ونطالب لآل البيت بالحكم وهم لا يسلمونهم الحكم. وهكذا من عهد التاريخ إلى يومنا هذا نفس الطريقة ونفس الأمر الذي يكذبون فيه على أنفسهم وعلى أتباعه، ومع ذلك لا يسلمون الحكم لأحد، بل إذا تولوا الحكم أنشأوا وابتدعوا من البدع ما يجعلهم يستمرون بهذا الحكم، من قولهم ولاية الفقيه حتى يحكمون الناس بهذا المبدأ المزيف حتى لا يسلموا أحدا الإمامة. أريد أن أقول إخوان الكرام، بعد ذلك بعث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أخاه مصعب بن الزبير إلى البصرة. فلما وصل إلى البصرة ومعه جيش من أهل الحجاز من الجزيرة، وطلب المعونة من المهلب بن أبي صفرة رحمه الله، وهذا مشهور في قتال الخوارج. فجاء المهلب بن أبي صفرة ومعه جيشه في قتال الخوارج، وقلنا لكم دائما أخوان الكرام من يتولى شأن العراق فهو يتولى ما وراء العراق من خراسان وما وراء خراسان. فاجتمع جيش بقيادة مصعب بن الزبير ثم ساروا إلى الكوفة في سنة 67 من الهجرة. في هذه الأثناء في هذا التاريخ ما زال عبد الملك مروان
يتولى أمر الشام ومصر، وما زال عبد الله بن الزبير يتولى الخلافة في هذه الأمصار، الجزيرة كلها مع اليمن والعراق وما وراء العراق. سار الجيش، جيش بقيادة مصعب بن الزبير، إلى المختار الثقفي في الكوفة بعد أن قتلة الحسين وأصبح هو القائد بل هو الأمير. ثم حاصرهم مصعب بن الزبير بجيشه حتى يا أخوان اعتصم بقصر الكوفة أكثر من 5000 مقاتل مع المختار الثقفي. فلما انقطعت عنهم المؤن والمدد أرادوا أن يسلموا، فطلبوا الأمانة من مصعب بن الزبير فأعطاهم الأمانة، فخرج 5000 مقاتل، لم يبقى مع المختار الثقفي إلا 19 رجل، ومعه زوجته يقال عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصار. هذول 5000 جعلوهم في مكان مقيدين اللي أعطاهم الأمان وسلموا. ثم أراد من المختار ومن معه أن يخرج ولكنه لم يخرج، فأرادوا أن يقتحموا عليه القصر، فسل سيفه ومن معه 19 فخرجوا يقاتلون ببسالة وشجاعة. ال19 يقاتلون جيشا عرمرم، ولكنه ما لبثوا أن قتل المختار ومن معه كلهم، حتى قتل المختار وقطع رأسه، ثم وضع رأس المختار في المكان الذي وضع فيه رأس عبيد الله ابن أبي زياد وقبله الحسين ابن علي بن أبي طالب. ولكن مصعبا رحمه الله وعفى الله عنه فعل جريمة نكراء وحدثا منكر، وهو الأمر بقتل 5000 مقاتل الذين أعطاهم الأمان وسلموا له، فقتلهم عن بكرة أبيهم صبرا 5000 مقاتل. وهذه من الأحداث لا نحكيها إلا أن ننكرها ونقول ليس الإسلام هذا. دائما أخوان الكرام لا بد أن نفرق في الكلام عن التاريخ الإسلامي. نحن إذا ذكرنا هذه الأحداث نذكرها على أنها أحداث وقعت وليس هو الإسلام الذي أراده الله منا. واضح؟ حتى أن مصعب بن الزبير قد ندم ندما شديدا على هذه الفعلة، وقد ذهب حاجا بعدها إلى مكة، فالتقى بعبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد وقع مني كذا وكذا، فهل لي توبة؟ قال يا مصعب، هذا عبد الله بن عمر، قال يا مصعب والله لو قتلت 5000 كبشا في يوم واحد لعدينا ذلك من الإسراف. كبش الخرفان، أنت لو ذبحت 5000 خروف بيوم واحد لعدينا ذلك من الإسراف ومن الإثم الذي يرتكبه الإنسان، ما بالك وقد قتلت 5000 نفس وروح أزهقتها بعد أن أعطيتهم الأمان؟ أين جوابك عند الله؟ فكان نادما مصعب بن الزبير على هذا الفعل، وقد أشاروا عليه من أشار عليه أن هؤلاء أهل العراق أهل غدر ونفاق، فإنك إن عفوت عنهم ما لبثوا أن انقلبوا عليك مرة ثانية. ولكن هذا ليس عذر ولا يعطيك الحق بأن تزهق نفسا مسلمة بالظن أنه سيقع منه كذا أو كذا. اسجنهم يا أخي إن خفتهم، اسجنهم أو أخرجهم من الديار، أما أن تقتلهم فإن هذا من أكبر الكبائر التي حرمها الله علينا. بعد ذلك أخوان الكرام وانطفأت فتنة المختار الثقفي، ولكن مع الأسف الشديد بقيت دعوته إلى يومنا هذا. كل من أراد أن يحيي هذه الطائفية، هذه النعرات، ما عليه إلا أن يقول يا لثارات الحسين، فيجد من يتعاطف ويدقدق مشاعرهم فيجتمعون حوله أناس كثير. وأنا أسألكم اليوم أخوان الكرام، هل فينا أحد اليوم من أمة محمد ممن تورط في دم الحسين؟ يا أخوة
هل يوجد أحد من أهل السنة والجماعة ومن المسلمين من يقول يا ليتني كنت مع قتلة الحسين لأقتل الحسين؟ ها يا أخوان، هل يوجد من يقر قتل الحسين؟ إذن ما هذه الدعوات التي نسمعها؟ وما هذه الشعارات التي يرفعونها؟ يا لثارات الحسين، ممن تثأرون؟ ممن تثأرون؟ وماذا تريدون؟ وماذا تطلبون؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنكم تطلبون الأمر لأنفسكم، وأنكم تريدون أن تهدموا الإسلام باسم الإسلام، وأن تفرقوا جماعة المسلمين بأحداث قد مر عليها الزمن الطويل. ولو أردنا نحن أهل السنة أن نحيي هذه النعرات وهذه الأحزان لأحييناها بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقمنا نطالب يا لثارات عمر، بل ونطالب يا لثارات عثمان بن عفان الخليفة الشرعي المظلوم الذي اجتمع عليه شرذمة من كل حدب وصوب، لو أردنا ذلك. ولكن نحن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونتبع قول الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بل نصبر ونحتسب ونسأل الله سبحانه وتعالى الغفران والرضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ظلم فسوف يحاسبه الله عز وجل على ظلمه، لأن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد. بعد ذلك رجع مصعب بن الزبير أخوان الكرام إلى البصرة بعد أن ضمت له الكوفة، فأصبح هو أمير العراق. في سنة 72 من الهجرة عزم عبد الملك بن مروان رحمه الله أن يوحد بلاد المسلمين بأن يحسم الأمر إما له أو لعبد الله بن الزبير، فسار بجيش عرمرم وكبير جدا من الشام، وكان أهل الشام مشهورين بالقتال والثبات، فقدم إلى العراق. فلما سمع به مصعب بن الزبير خرج مع جيشه أهل العراق، فالتقوا في مكان يقال له دير الجوثيق أو الثويليق، هكذا يقال، فاجتمع الجيشان. عند هذه الحادثة أخوان الكرام كان على رأس الجيش الشامي عبد الملك بن مروان، وعلى الجيش على رأس الجيش العراقي مصعب بن الزبير، وكانوا أيام المدينة النبوية أصدقاء، وتربطهم رابطة الدم والأخوة، ولكن كما قيل أن الحكم عقيم، الملك عقيم، قد يزيل الأخ أخاه بسبب هذا الحكم. ولكن عبد الملك بن مروان لم يهن عليه أن يرى مصعبا قتيلا في هذا المكان، وكان بنو أمية مشهورين بالسياسة والحنكة والدهاء، فهم يقاتلون بسيوفهم وعقولهم. فأرسل عبد الملك بن مروان كتب إلى قادة وأمراء قبائل أهل العراق، يعدهم بالمال ويعدهم بالولايات، أنكم تكونوا أمراء وأهل مال إن تخليتم ورجعتم عن مصعب بن الزبير فقط، لا تقاتلوا، ارجعوا به فقط أنتم قبيلتك إلى العراق. فبدأت هذه الكتب على أمراء القبائل، حتى وصل كتاب من هذه الكتب إلى من؟ إبراهيم الأشتر. إبراهيم الأشتر منه يا جماعة؟ اللي كان مع المختار، اللي آمن بدعوته وآمن بالثأر للحسين، ولكنه بعد أن بدأ المختار يظهر أنه يوحى إليه، فبدأ الناس ينفرون منه ويهربون منه، لأنه بدأ بدعوة مغايرة عما كان عليه.
فلما وصل الكتاب إلى إبراهيم الأشتر أتى إبراهيم الأشتر وكان شجاعا كما قلت لكم، فقال لمصعب بن الزبير: يا مصعب، لقد وصل من عبد الملك بن مروان هذا الكتاب، وهو يعدني بالولاية والمال، ولا بد أنه بعث لجميع الأمراء من حولك بهذا الكتاب، فماذا تأمر به يا، ماذا تشير علينا فيه يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: أرى أن تجمع أمراء القبائل من حولك وتقطع رؤوسهم الآن قدام ربحهم. يا إبراهيم، نحن في هذا الموقف نقتل أصحابنا وأمراء القبائل، ماذا سيكون من أتباعهم وقبائلهم؟ فقال: لماذا لم يظهروا لك الكتب إلا أنهم نووا أنهم يغدروا؟ واضح يا أخوان؟ ولكن مصعب لم يستجب لإبراهيم الأشتر في هذا الأمر، ولكن كما قيل أن كان عدد جيش العراق ما يقارب 60,000، وهذا كان في الصباح، فما بدأت المعركة في المساء حتى بقي من جيشه 3,000 أو قيل 4,000، والباقي عبد الله كل يسحب قبيلته ويرجع بعد أن أغري بالمال والولاية التي يتولاها. أرسل عبد الملك مروان هذا الكتاب، وقيل أن محمد ابن مروان أخو عبد الملك أرسل لمصعب بن الزبير يعطيه الأمان: يا مصعب، أنت ولد عمنا، ومثل ما رأيت أهل العراق قد غدروا بك كما غدروا بمن قبلك ورجعوا إلى ديارهم، الآن ما بقى عندك إلا 3,000 تقابل 60,000، فلذلك نحن نعطيك الأمان أن تلحق بأخيك عبد الله بن الزبير في مكة، فإن أبيت فعلى الأقل لا يقتل ابنك معك عيسى ابن مصعب ابن الزبير، اجعله يلحق بعمه، يبقى أحد من أولادك. فلما قرأ الكتاب مصعب بن الزبير وهو ابن الزبير المعوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، قلب الكتاب وقال: لقد علمتم يا بني أمية أن أبناء الزبير لا ينصرفون عن وقعة حضروها إلا غالبين أو مغلوبين، فما أنا الذي ينهزم أو ينسحب من المعركة بعد أن حضرها. ثم لما رأى الأمر هكذا أخذته رأفة وحنان الأبوة، فالتفت إلى ابنه عيسى فقال له: يا عيسى، هذا عمك عبد الملك ومحمد يعطونك الأمان أن تلحق بعمك عبد الله بن الزبير وتخبره ما حل بنا. فقال عيسى لأبيه وهو ابن أبيه، قال: والله لا تتحدث نساء قريش أني تركت أبي في مثل هذا الموقف حتى أنتصر معه أو أقتل دونه. الله أكبر. قال مصعب عند ذلك: إذن يا بني تقدم حتى أحتسبك عند الله قبل أن أموت. وفعلا تقدم عيسى بن مصعب مع كتيبة من الجيش فتقاتلوا فقتلوا جميعا، ثم تقدم مصعب بن الزبير فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فرجع عبد الملك فاتحا للعراق كلها، وجاء لهذا البيت وهذا القصر الذي مرت عليه هذه الرؤوس، فجيء برأس مصعب ابن الزبير في نفس المكان الذي وضع فيه رأس المختار الثقفي عبيد الله بن أبي زياد والحسين بن علي. كم رأس صار الحين؟ أربعة يا جماعة، كل واحد يقتل الثاني. فقيل لعبد الملك بن مروان: يا أبا الوليد، إن هذا البيت وهذا المكان قد مر عليه أربعة رؤوس: رأس الحسين، ثم رأس من قتله عبيد الله بن أبي زياد، ثم رأس من قتل عبيد الله بن أبي زياد المختار الثقفي، ثم رأس من قتل المختار الثقفي مصعب بن الزبير، كأنهم يشيرون إليه
كأنهم يشيرون إليه، فقال فإني إن خرجت من هذا البيت فهدموه، هذا البيت القصر الكوفة هذا كله هدموه ولا يبقى منه حجرا واحد حتى تنتهي هذه الرؤوس. وفعلا أخوان الكرام هدم هذا البيت. ثم نادى عبد الملك بن مروان بقادة جيشه كله فقال من لي عبد الله بن الزبير؟ هذا الجيش كله جاهز، يبحث هذا الجيش عن قائد، وأمير المؤمنين في وسطهم يقول من لي عبد الله بن الزبير وحرب عبد الله بن الزبير في مكة. فكان كل القادة يتهيبون أن يذهبوا إلى مكة، القتال في مكة أمر ليس بالسهل على المسلم، وقتال صحابي مثل عبد الله بن الزبير ليس بالسهل. فكان الكل يريد أن يقول ليت غيري يكفيني إلا رجل واحد منهم. كلما قال عبد الملك بن مروان من لحرب عبد الله بن الزبير قال أنا له يا أمير المؤمنين، أنا له يا أمير المؤمنين. من هو هذا يا أخوان؟ هذا رجل يقال له الحجاج ابن يوسف الثقفي. الآن تشابه مع من؟ مختار الثقفي والحجاج الثقفي. قد جاء في صحيح مسلم يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في بني ثقيف سيخرج كذاب ومبير، سيخرج من بني ثقيف كذاب ومبير. الكذاب منه يا أخوة؟ المختار. وهذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، غيرنا يجعله مقدس هذا الشخص، وأنه كان من الفدائيين لآل البيت وهو كذاب، ليس من الفدائيين لآل البيت بل هو يطلب الأمر لنفسه ويدعي ويزعم أنه يوحى إليه، وشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب. وأما المبير، من هو المبير؟ الحجاج بن يوسف. المبير ما معنى المبير يا أخوان؟ ها، الذي يهلك الناس، الذي يسعى في هلاك الناس. وفعلا أخوان الكرام قد عد له أنه قتل من المسلمين أكثر من 120,000، أكثر من 120,000، إما قتلهم بنفسه أو أمر بقتلهم. فلما رأى عبد الملك بن مروان أن لا يرفع يديه ولا يطلب إمارة الجيش في قتال عبد الله بن الزبير إلا الحجاج، قال في الثالثة أنت لها يا حجاج، أنت لها يا حجاج. وفعلا أخوان الكرام أخذ الجيش كله، ثم ذهب ورجع عبد الملك بن مروان ومن معه إلى الشام، وسار الجيش بأكمله بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة المكرمة. وكان عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة متحصنا فيها في الحرم المكي، وكان معه من الرجال والمقاتلين ليسوا بكثرة جيش الشام ولكن كانوا متحصنين في مكة. لا أريد أن أختصر الأمر في هذه الواقعة وهذا الحدث، فإن هذا الحدث وهذه الحرب التي وقعت بين جيش الشام وعبد الله بن الزبير وقعت في سنة 73، نقف عندها ونكمل إن شاء الله ما وقع في هذه الحادثة، حادثة مقتل عبد الله بن الزبير واجتماع الأمة الإسلامية على عبد الملك مروان، ونذكر لكم ما كان من عهد عبد الملك مروان حتى توفي وبدأ عهد ابنه الأول الوليد ابن عبد الملك. نقف عند هذا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان، وأن يعفو عنا وعن من سبقنا ممن تاب واستغفر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.